اليوم 14/9/2017 في وادي باعود، هو عبارة عن مكتبة إسلامية كله أدعية قديمة. الدكتور أحمد العبودي المتخصص بالكذا، كم يعود تاريخه أكثر الكتابات في باعود؟ أموي مبكر. أموي مبكر يعني 100 للهجرة، 150 للهجرة، وفيها عباسي أيضا، فيه داداني ولحياني، كله كتابات. هذا مكان كان مستراح محطة القوافل القادمة الحجاج. طبعا هذا غير المنظر الجيولوجي، تشوفون الصخور السوداء دي متساقطة من فوق من حرة عويرض، كلها أحجار بركانية قديمة جدا. وادي ولا أجمل منه. هذا المدخل للمكتبة الإسلامية، وادي باعود أو رسومات باعود. كل هذا بركاني صح؟ إيه، هذا كله بركاني. إيه كله بركاني قديم جدا يعني. لذلك تشوف اللافا معرة، يعني ما تشوف الأثار الفقاعات البركانية. روائع في وادي باعود الصخرة دي، زي صخرة عكمة. يبدو أنهم في العصر الإسلامي أصابتهم الغيرة من صخرة وادي عكمة اللي عليها الكتابات اللحيانية القديمة اللي جبناها في خط العرب، فوضعوا كتاباتهم على هذه الصخرة، كلها كتابات طبعا، لكن كلها كتابات إسلامية مبكرة. والحمد لله أن هذا المكان بسبب وعورته صار يعني لم يعبث به.